انت ثاني هدف لامير الملعب العقروت مع الملعب التونسي، ثاني هدف يدخل امير العقروت رومبلاسون يسجل ويعاون جمعيته. مي مره يكون هدف تعادل ومره ثانيه يكون هدف انتصار. والله الحمد لله يظهر لي الملعب التونسي معناتها يظهر لي جمعيتي لم فهمت ما الواحد ما يبخل على حتى حبه عرق على الملعب التونسي. يظهر لي معناتها اول جمعيه معناتها نقعد رومبلاسون ونبدا راضي فهمت معناتها حتى الوليدات الصغار نقول لهم حتى كي تقعدوا على البنك شوفوا معناتها كاكزومبل انا بون فيزيكمون مانيش حاضر 100% فالحمد لله معناتها جي سوي لا معناتها بالكلمه الباهيه معناتها يهبطني حتى دقيقه الانترنور نعاون باللي نقدر الحمد لله. اليوم ما هبط يظهر لي 10 دقائق ولا 9 دقائق يظهر لي عاونت باللي نقدر. امير امير جمهور الملعب التونسي يقول امير العكروت اللي سجل في الاهداف في درجينه في ربع ساعه يستناو باش امير يحضر فيزيكمون باش يمركي من الاول وباش يربح جمعيته باش يعاونها ان شاء الله بقدره ربي. معناتها يظهر لي كي رجعت الملعب التونسي عندي اوبجيكتيف وحده، اول حاجه نرجع اسمي نرجع روحي كما كنت، اول حاجه زاد نسكر فما برشا عبيد شكت في امكانياتي سيرتو بعد معناتها الاكسيدون تاع الكرتوشه الحمد لله معناتها واحد سكريفيس كبيره باش رجعت خاطر تعرف يظهر لي 50% باش نرجع نكور و50% لا والاهداف هذيا تنجم تزيد تشجع كامير باش تزيد قدرة ربي معناتها يظهر لي بقدوم سي خالد بن ساسي حكى معايا سيرتو انا سونسيبل في مخي معناتها فيس عن تمس حكى معايا معناتها كاخو الكبير الخو الصغير قلت له معناتها تلقاني معاك راجل اتو مامو اليوم قعدت على البنك قال لي ممكن دخلك 20 مينيت 25 مينيت تعاوني قلت له بقدرة ربي حتى نلعب دقيقة نعاون الحمد لله وفقني ربي اليوم بس سجلت نادي الانتصار هذا الملعب التونسي وان شاء الله ما امير كلمه الاخر قبل ما تمشي المباراه الجايه ضد الترجي الرياضي التونسي يستنى جمهور الملعب التونسي هدفنا من العكروت ان شاء الله بقدره ربي يظهر لي. كنت وعدتني في ماتش القروان وكنا مروحين في الحفله مع بعضنا من القروان وعدتني باهداف هذا جاء هدف تو الثاني بعد القروان وان شاء الله نحبوا مزيد الاهداف ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي معناتها نعطيو مقابله كبيره كونتر الترجي الرياضي ان شاء الله بقدره ربي معناتها نحققوا 3 بوان ولا 1 بوان ان شاء الله بقدرة ربي معناتها نفرحوا بها جمهورنا. مشكروك يا امير وبالتوفيق. يعيش.